طبعا العيد بده يختلف بالسنة هاي والسنين القادمة إن شاء الله بعد انتصارات الجيش العربي السوري بعد ما حروا المناطق بسوريا، لأنه بتعرفوا إنه المناطق هاي كلها كانت بين ديات الإرهابيين، وهلأ في الفترة هاي تم الجيش تحرير المناطق وعاد الأمن والأمان للمناطق، عاد الأمن والأمان للكنائس تبعنا ولأهالينا ولأطفالنا. لذلك بده يكون العيد مميز. يعني إذا بتنتبهوا إنه بسوريا كلها الحمد لله بهمة الجيش العربي السوري بعد ما حرر المناطق بالإرهابيين، الناس كلها بعد 7 سنين 8 سنين ركبت أعياد الميلاد، سجل أعياد الميلاد واحتفلت بأعياد الميلاد، وهي الأعياد الميلاد لكل الناس الحقيقة. وسوريا هي أرض وهي المنبت تبع أعياد الميلاد وتبع المسيح سيدنا المسيح. لذلك الناس كثير مبسوطة بالسنة هاي، رجعت الفرحة لقلوب أطفالنا وأهالينا، والحمد لله كله بفضل همة الجيش العربي السوري وهمة قائد الوطن. مستمرين بحياتنا قلت لك بهمة الجيش العربي السوري. يعني هلق الحدود تبعنا الحدود ما بين قطاع حما الشمالي وما بين إدلب موجود عليها الجيش العربي السوري، وهو اللي عم يخلينا هلق نمارس طقوسنا ونعايد. طبعا نحن بيكون جيشنا متأهب وموجود عندنا، الناس كلها بتحس بالأمان وتحس بالأمن، وراح تمارس طقوسها الدينية بكل أريحية. هلق إذا منزور النقاط تبعهم منلاقيهم متأهبين وجاهزين ليردوا أي هجوم عن القطاع الشمالي، ريف حما الشمالي، كان بمحرضي وكان بسخيلبية، بانتباههم الحقيقة بصمودهم بوجودهم على الحد الأمامي هو اللي بيخلي الناس تعيد وتكون شاعرة بالأمان وبالأمن. نحن عيد ميلاد السيد المسيح بيعني لنا كثير كمسيحيين، وبيعني للسوريين أيضا أعياد السيد المسيح، لأنه السيد المسيح هو منبت من هذه الأرض من بلاد الشام، لأنه بتعرفوا كلياتكم هو ولد هون وخلق هون، والسيد العذراء مرت بهاي الأرض المقدسة. لذلك هذا الشيء بيعني لسوريا كلها.